قعدت اسبوعين كاملين بمصر وعملت تجربة الواحد اذا حيقدر يعيش فيها ولا لا ويترك المانيا. من بعد 14 يوم اكتشف بهذا البلد، تعرفت على اهله وناسه واكله وعاداته وتقاليده. للاسف فشلت اني 37 سنة ضيعتهم من عمري بغربة. فشلت اني 37 سنة ضيعته من عمري انا وعايش ببلد اوروبي. فشلت اني 37 سنة ضيعتهم مش ببلد عربي، ببلد مسلم، ببلد بفهم لغته، ببلد في بركة، ببلد في خير. اللي استنتجته بعد هال 14 يوم بمصر، 14 يوم بمصر كانوا بيسوا 14 سنة بالغربة بألمانيا، والله العظيم. بس الحمد لله الحياة علمتنا والله سمح لنا نكتشف من بعد كل هالسنين وين حتقدر تعيش وين حتقدر تتأقلم. لا أحلى ولا أحن ولا أطيب من شعب مصر، من أرض مصر، مصر يلي الله سبحانه وتعالى ذكر اسمه بالقرآن الكريم، بلد الخير، بلد الكرم. أكثر بلد بحياتي بزوره وأنا ومسافر وأنا وقاعد بالمطار قلبي هيك عم يغص على كل يوم عشته فيه، على كل لحظة عشتها مع الناس. شيء عن جد يعني بعمري ما حسيت هذا الإحساس. اليوم أنا موجود بمطار فرانكفورت، رح أرجيكم نفس التجارب اللي عملتها بمصر رح أعملها هي ذاتها بألمانيا، ورح تشوفوا أنتوا بعيونكم شو الفرق. في كتير فيديوهات وفي كتير أشياء أنا ولا مرة وضحت عليها بألمانيا. هيدا الأسبوع أنا رح أقعد أسبوع كامل بألمانيا، رح أرجيكم كل شيء فرق بين ألمانيا وبين مصر، وحتى بتحكموا أنتوا بنفسكم. أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا أنا مش محتاج شهادة لبلدي، بلدي دي زي كل واحد مع بلده. لكن لما بحس إن في حد من قلبه حابب بلدي وشايف فيها جمال قد نكون من التعود لا نراه، وقد نكون لأننا غرقى في مشاكلنا الاقتصادية واللي بتنعكس على الاجتماعية، فما انتش فايق تشوف الجمال بتاع البلد. فلما تيجي عين غريبة وعين من بره وتقول لك ضيعت عمري إن ما كنتش هنا، رغم إنه لبناني وعراقي عاش في العراق وولد في العراق ولف في العالم، ثم يرى هذا لازم أقف وأقول له تعالى يا أستاذ مصطفى الزين فهمني أنت شفت إيه وما هو الاختلاف ولماذا جئت إلينا، وأهلا وسهلا ومرحبا في أرض الفراعنة مصر العظيمة. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا فيك وشكرا كثير على الاستضافة الحلوة. أنا من ساعة شفت الفيديو أنا كنت مصر إن احنا نلتقي، وإن جمهورنا عبر شاشة المحور في برنامج مع خيري يشوفك، علشان احنا عندنا شباب كتير قاعد يتكلم عن حلم السفر برا وكأنه مجرد إنه يسافر هيبقى راح إلى الجنة واحنا هنا الجحيم. كل الناس يلي بتشوف أوروبا، هي أوروبا عبارة عن كذبة. كنا احنا من احنا وصغار مصدقينا انه الجنة هي اوروبا، واحنا بلادنا العربية هي البلد المتخلف، البلد الرجعي، بلاد العالم الثالث. بس لما بتطلع بنية انك طالع تأسس حالك، كل العالم اللي طلعوا بنية انه بدهم يأسسوا حالهم كم سنة ويرجعوا على بلدهم. اي ما في حدا رجع، كل الناس ضلوا هناك لانهم خلص انخرطوا بالمجتمع، انجبروا يعيشوا هناك، صاروا يحسوا انه اوروبا هي الامان لالهم، ولما يرجع على بلده العربي رح يرجع يفشل، رح يصير فقير، مش رح يقدر يعيش، مش رح يامن مستقبله ومستقبل اولاده. انا عشت 17 سنه بالمانيا. كنت بتشتغل ايه هناك؟ انا درست اداره فنادق وبزنس ماركتينج. بعدين بلشت بالبوكسينج كهوايه وصارت عندي مثل ما بيقولوا حلم كنت حابب اوصل له ووصلت له الحمد لله، اللي هو الحزام ده، هو التدفيق بتاع اللي هو الحزام. انا كنت هاخده منه بس اكتشفت ان ده مش ذهب فخلاص مش هاخده يعني، ولكن قيمته كبيره. ده انت كنت بطل اوروبا، بطل اوروبا 2022 للوزن الخفيف. للوزن الخفيف، رائع. نعم تمام. واذا بتحب تفضل فيك. لا خالص احنا سعداء بيه، نفخر حبيب قلبي. الحمد لله انه
رياضة البوكسينج هي أنقذتني من كتير أشياء بشكل أني أنا من بعد ما مشيت بطريق غلط، هي أنقذتني بشكل أني ما أستعمل العصبية تبعيتي بأشياء غلط، فشيت خلي صرت بالرياضة، صرت فوت على الفتنس وأتمرن والحمد لله، وصرت لشيء أنا مش بالسهولة أني أوصل له. إيه اللي طقاه في دماغك؟ أنت عايش في مجتمع منفتح متحرر بقالك 17 سنة، يعني كان عندك 20 سنة لما سافرت، تستطيع عندك إقامة، تقدر تاخد الجنسية بعد شوية. من زمان كنا بنظام بألمانيا أنه اللي بده يأخذ الجنسية الألمانية كان لازم يستغني عن جنسيته اللبنانية. كانت ألمانيا من الدول مزبوط. اللي انتشرت التنازل، هلأ انتشر من فترة سنتين تقريبا في الواحد يأخذ جنسيتين. أي أنا رح أقول لك هيك بشكل عام بشكل سريع قصتي، يعني أنا خلقان بالعراق. أي أمي وأبوي لبنانيين. خلقان يعني مولود. مولود بالعراق. عشنا فترة الحرب من 86 ل 92. طبعا بوجه تحية للماما عم تحضرني هلا ان شاء الله. باذن الله. ماما حبيبة قلبي. انا كمان بحييها. هي فين؟ بامريكا هلا هي عايشة. امريكا. طيب. عشنا فترة الحرب 7 سنين، رجعنا رحنا على الاردن، طبعا عشت وربيت بالعراق وتركت مجتمعي، تركت البيئة اللي تعرفت وعشت فيها، اصدقائي، عائلتي، وانتقلنا على الاردن وقعدنا نفس الشيء بالاردن، ابتديت ابني مستقبل جديد ومجتمع جديد وحضاره جديده وعادات وتقاليد جديده بالاردن، قعدنا كمان 7 سنين. جانا انتقلنا على لبنان، تعلمت بلبنان وتخرجت الحمد انت لله. انت الوالد اصل لبنان؟ ماما والبابا لبنانيين الاثنين. نعم. بلبنان تخرجت اداره فنادق وبزنس ماركتينج، صار عمري تقريبا 19. انتقلت هون على المانيا وضليتني تقريبا فترة 17 سنة بألمانيا على أساس وعلى كلمة رح أقعد سنة سنتين أمن حالي وأرجع على بلدي. وسحبت تقريبا 20 سنة. أمنت حالك؟ وصلت لكل شيء الحمد لله، وصرت للشهرة، وصرت لأصير بطل أوروبا، أمنت مستقبلي، عملت كل شيء، بس اللي كنت فاقده هي السعادة، هي الراحة النفسية، هي الطمأنينة. رجعت على بلدي على لبنان، حاولت قرر عيش ببلدي. للأسف الوضع الاقتصادي بلبنان، الله ييسر ويسهل على البلد يا رب، وتصير الأزمة اللي بلبنان وأزمة مصر إن شاء الله تنحل ويعيش الشعب اللبناني والشعب المصري بأحلى راحة نفسية. بس إحنا عنا بلبنان الوضع الاقتصادي أضرب من الوضع بمصر ضرب 10. أنا عارف، يعني أنتوا عندكم مثلا الجنيه الدولار ب60 جنيه أو ب50 جنيه. لا هو في البنك ب30. في البنك، ما بدي أحكي عن السوق الثاني. السوق السوداء ما لي على أفية أنا. لا في السوق السوداء بيتراوح من سعر لسعره من يوم ليوم. إحنا عنا بلبنان ضرب 10، يعني بدل 50 أو 60 600. يعني إسا على أضرب الأزمة الاقتصادية بلبنان. قعدت 3 أسابيع دفعت مبلغ من المال، قلت لا للأسف لازم أرجع على بلدي، على أساس أنه ألمانيا هو أنا بعتبره كبلدي. أيوه. رجعت جربت بين دبي بين قطر بين مصر، جيت على مصر عملت تجربة، وكانت هذه التجربة مش تجربة سياحية، إني أقعد كسائح، أقعد كمقيم. قعدت فترة 2 أسبوع، وهذا الفيديو يلي شفتوه هو يلي عبر عن كل شيء جواتي. في الأسبوعين دول عملت إيه؟ بالأسبوع